معقول هي القصة تكون مظبوطة؟ معقول اللي كنت قل له بابا يطلع مجرد كذبة ونحنا كنا مصدقينه؟ سؤال واحد حسي. إذا بتريدي هلا صحيح إنه كرم ونسيم ولاده كمان بيت؟ إذا بتريدي جاوبيني بعد إذنك. وشو موقف زمرد خانم منك؟ بس جاوبيني على هذا السؤال. هذا السؤال مهم، ما رح أقدر أجاوب على أسئلتكم هلا. إذا بتصبروا علي شوي رح أعمل مؤتمر صحفي وفيكم تحضروه كلكم. هذا كل شيء فيني أقلكم إياه، ورح أثبت لكم كل شيء سمعتوه كذب. ممكن تخبرينا شو هي ردة فعل أولادك لما يعرفوا هذا الموضوع؟ مين ورا هالقصة؟ فيك تخبرينا شو ممكن نسوي؟ بس جاوبينا على هذا السؤال. زمرد خانم شكرا لكم شباب. بس نحن هذا الموضوع إذن على كل شيء. نحن كثير بيهمنا نعرف شو اللي صاير بالضبط زمرد خانم. أنا مو حابب أرجع على البيت هلا. ما بيصير، معقولة تضل برات البيت؟ ما بدي أشوفها. طيب، بس على شرط أنا بدي ضل معك. ليلى حابب اني اقعد لحالي وفكر شوي. حاسه فيك وما بدي ازعجك، واذا بدك ما بحكي بنوب بس ما راح خليك لحالك. بترجاكي تركيني ولا تخافي علي ابدا. طيب بس كل شوي بتتصل فيني. نزلني هون. شو اللي عملتيه؟ ما كان لازم توقفي تحكي مع الصحفيين ولا وعدتيهم انه راح تثبتي انه هالحكي كذب. بلكي ليلى قالت بدنا نفتح القبر لنتأكد، شو رح تعملي بوقتها؟ وشو رح تقولي لأولادك بهديك الساعة؟ قليلي شو يعني أنت بدك يعني وقف قدام الأولاد وقلن ليلى هي الوحيدة من بيت طاشكران وكمال ترك لها أملاكه وكلنا محتاجين. شو قلت هيك منيح؟ تعرفي مو هذا اللي قصدته، اللي قلقني كيف رح تغير الحقيقة اللي منعرفها كلياتنا وشلون بدك تلغي التقارير. رح ألاقي طريقة. أول شي لازم أحكي مع شفيق. إذا كان مقرر إنه يفضح هالوثائق فأكيد في حدا وراه، وهالشخص اللي وراه أنا بعرفه ورح ندمن. ليلى أنت منيحة؟ مو منيحة أبدا. كرم عرف بالقصة كلها قبل ما أوصل لعنده وخبره، تركته منهار كأنه الدنيا كلها انهدت فوق راسه. حاولت رجعه على البيت بس ما كان يسمع مني. هالمفاجأة مو سهلة أبدا عليه وصعب يستوعبها بسرعة، خليه لحاله وبعدين نحكي. مين ما كانوا أبوهم وأمهم، أنا رح ضل كتير بحبهم ورح يضلوا إخواتي كمان. طبعاً أكيد حبيبتي. ليلى، خلينا نروح لشي مكان بتغيري جو وبترتاحي من هالقصة. لا ما فيني أترك نسيم لحالة. نسيم طلعت. وليش خليتها؟ ما قلت لك ما تخليها تطلع؟ رفيقتها بدها تجرب فستان العرس، قلت بدل ما تقعد بالبيت وتفكر خليها تشغل حالها بشي شغلة برات البيت أحسن لها. شكراً كتير حبيبي، منيح أنك سويت هيك لأنه نسيم وقت بترسم شي تصميم وتنسى الدنيا واللي فيها. شكراً كتير حبيبي. هلأ اللي عم فكر فيه إنه لوين بدي أخذ مرتي الحلوة؟ جنار إذا ما طلعنا أحسن، برا بيكون معبى صحفيين. هاي مالا مشكلة، تعي ما رح يشوفوني. تعي. مرحبا. أهلا وسهلا نسيم خانم. ميسون وبتول موجودين هون؟ هن جوا عم ينتظروكي من 10 دقائق. ماشي، شكرا لك. لو إني مكانه بعد اللي انكتب بالجرايد بعمري ما بطلع برات البيت. حبيبتي هدول تعودوا طبعا من كتر الفضايح. ما رح خليكي تلبسي ثياب من تصميم هاي البنت. اسم زمرد لحاله بيكفي انه يوسخ لك فستان العرس، ما رح اسمح لك. شو دخل زمرد بالفستان؟ ونسيم شو ذنبه؟ بعدين انا حبيت الفستان اللي صممته. اكيد انت جنيتي، ما عم تفكري العالم لما تعرف انه نسيم بن زمرد هي اللي صممت الفستان شو بدهم يحكوا علينا؟ ما بيهمني، هذا العرس بيكون عرسي انا. بعدين هالمره ما رح خليكي تمنعيني ساوي اللي بدي اياه بس لانه المجتمع بيحكي علينا. لا تعانديني، انت بنت عائله محترمه وما رح اسمح لك تلبسي فستان صممته بنت حرام. بعدين يمكن اهل العريس ما يقبلوا بهذا الشيء ورح تحرجينا معهم. هذا اخر كلام عندي. ما في تلبسي هالفستان يعني ما في تلبسي، ساوي مثل ما عم اقول لك. لو سمحتي امي. لو سمحتي جيبي لنا كتالوجات جديده غير هاي بسرعه اذا بتريدي.
نورتي زمرد خانم. أكيد في سبب وراء هالزيارة المفاجئة هاي، لأنه آخر مرة التقينا ما كنتي ودية معي أبداً، وحتى أمرتيني أني أطلع من حياتك وحياة عيلتك للأبد. وبدل ما تسمع كلامي وتلم وسخك وتمشي، جبت لي مصيبة أكبر. رح تشوف شو رح ساوي فيك شفيق. اللي مستغربه رغم كل اللي صار فيكي بعدك عم تحكي بقوة. أنت انتهيتي زمرد، فهميها. أصلاً أنت من وين إجتك هالجرأة هي لتروح وتقدم التقارير للصحافة؟ أنا ما قدمت شيء. سكوت بلا كذب، ما حدا بيعرف شيء عن هالتقارير لأنه مو موجودة غير معك وبس. مزبوط، هالحكي كان من زمان، أما هلأ اختلف. شو بتقصد؟ قصدي واضح، التقارير مو معي. انت بعتهم؟ لمين بعتهم؟ عم بسألك يا واطي، لمين بعتهم؟ اهدي شوي زمرد. اسمعي كلام أكرم، لا تعصبي، العصبية مو منيحة من شانك. رح أدفع لك مصاري أكتر ما دفعوا لك، بس لازم تقلي لمين بعت هالتقارير. عرض مغري والله. من وين معك مصاري؟ صايدتي لك شي رجال؟ مو عارفة أنا شو بدي أعمل جنبك. أحياناً بحط حالي محلهم، بحس أني رح أفقد توازني. شو راح يصير فيهم إذا طلع الموضوع صحيح؟ اتصلت بالمجلة، رح ننتظر ليبعتونا الوثائق، وبوقتها نعرف إذا الموضوع صحيح ولا لا. إمتى رح يبعتوا لك ياهم؟ بتوقع شي ساعتين ورح يبعتوهم. يا ربي تكون هالقصة معنا حقيقية. وهذا شك بالمصاري لأثبت لك إني ما عم بلعب معك شفيق سونير. تعرف منيح إني ما رح أتركك لأخذ اللي بديها. وهي الشيك معك. بس بدي افهم منين جبتي المصاري؟ طول عمري بدفع لك، ولو لاي ما صرت بني ادم. وبركي هالشيك ما في رصيد. انت بس تعطيني اللي بدي اياه وقتها بتاخذ المصاري. بصراحه الوثائق بمكان بعيد يا زمرد، يعني ممكن يكونوا بشي فيلا كانت لعائله طاش كرام من زمان. شو اللي بتقصده؟ تقاريرك أخذتن إقبال إلغاز مني. أنت واحد تافه وسخ وحقير. أنا بورجيك. الواحد إذا مر بحادثة مثل هاي بيفقد الثقة بكل شي حواليه. خايفة عليهم يساووا شي شغلة بحالهم. لازم ما نخليهم يتعذبوا أكتر من هيك جلنار. كيف بدي طلعهم من هالقصة؟ ما بدي ياهم يحسوا أني بعيدة عنهم. ليلى، إخواتك بيعرفوا كتير منيح قديش أنت بتحبيهم، وأنك رح تساوي كل شي بتقدري تعملي. لهيك لا تقلق يا حبيبتي. معلش هلأ تاخدني على البيت؟ بركي بيكونوا رجعوا نسيم وكرم. طيب، بس لا تنسي انك حامل بابننا، لازم تريحي حالك، لا بقى تنزعجي، كل شي رح يتصلح. أنا مو قدران أصدق إنه هالبلدية بيطلع منها كل هادي يا أكرم. وأنا كمان صدمني كلامه. لك هالمرة لهلأ ما بتعرف تحكي مثل العالم، وما بتعرف تلبس بنوب. لا، وفوق هاد حاطة راسها براسي وبدها تدمرني. برأيك ليش هي عم تعمل هيك؟ أكرم، كأنه أحياناً ما بتشغل مخها. هن قد ما فيهم بدهم يخلقوا مشاكل لحتى يبهدلوا عيلة طاش كران، مشان ينزعوا علاقة جلنار وليلى، ويصير سهل ينهوا الزواج. أصلاً لهذا السبب سكنوا معنا بالفيلا، لحتى يخربوا العيلة من جوا ويدمرونا ويوقفوا يتفرجوا علينا كيف عم نضيع. هن أكيد مبسوطين بالأحداث اللي عم نمر فيها. شو رح تساوي هلأ؟ إقبال خانم لهلأ ما بتعرف إنه العلقة معي مو سهلة بنوب. أنا بعرف كيف حول الأمور لصالحي.
وبكرة بتشوف. انت قلت لي اذا خليت راسي مرفوع ما حدا رح يقلي شي، وانه انا ما قلي ذنب بكل هالموضوع، بس الكل عم بيقول عني اني وحدة بنت حرام. نسيم اهدي شوي واسمعيني. ما رح اسمعك. كل اللي صار معي اليوم بسببك انت. نسيم ليلي وينك انت هلا لاجي لعندك ونحكي شوي. ما بدي، تركني بحالي. نسيم لو سمحتي انا ضروري اني شوفك. انا بنص البلد. طيب انتظريني بشي كافيه لاجي شوفك. خبري عمي بإني ما رح أقدر أحضر الاجتماع، عندي شغلة خاصة. حاضر يا بيك. بنتي قولي لجلنار نحن جاهزين. جلنار بيك ما رح يقدر يحضر معكم الاجتماع اليوم، صارت عنده شغلة خاصة واضطر إنه يطلع برات الشركة وقال لي مشان خبرك. ماشي. يا حرام مو ملحق يحل مشاكله. خلونا نبدا. اهلا وسهلا، شو بتشربي حضرتك؟ جيب لي مثل كل مره. شوفي هي نسيم العمل هيك مبين عليها مو مزعوجه ابدا. والله هيك باين. معقول الوحدة تطلع قدام الناس وهي ما بتعرف مين أبوها؟ حبيبتي إذا هي ما بتعرف أنا رح أعرف. لا تخبي علينا، أبوها السائق اللي كان يشتغل عندهم بعرف أنا. آه أنا اللي سمعته أبوها بيكون المدرب تبع أمه وهي طالعة بتشبهه. شكرا. ليكو شلون رح تجن؟ تقرير المالي للمشروع كثير منيح. أنا بعتذر عن مقاطعة، بس إجت زمرد خانم وقال الأمر عاجل. مو شايف إنه عنا اجتماع؟ خليها تنتظر. نجيب بيك بدي إياك بموضوع ما بيتأجل منه. إذا بدكن نكمل الاجتماع بعدين. رح نكمله بعد شوي. أخي لا تنسى نحن لازم نعطيهم الجواب بسرعة، الجماعة عم ينتظروا هلأ نتائج الاجتماع. ريحان قلت لك نكمل بعدين. كأنك مبكرة شوي على الشرب. لو هذا اليوم عادي بيكون معك حق، بس اسطنبول كلها عم تحكي عنا اليوم، ومو بس اسطنبول لحالها، كل الدنيا مطلولة بقصتنا اللي صارت. انت عم تبالغي كتير. انت برأيك اني عم بالغ؟ اشوف لك انا. هاي انتو رح خبركن لانه رح تموتوا لتعرفوا. انا ما بعرف بابا مين بيكون، ومن الصبح شايفتكن عم تحكوا عني فقلت لخبركن. ارتحتوا هلا؟ اه صحيح، انتي بتعرفي انه ابوكي هلا عم بيخونها لامك؟ ما بتعرفي مو هيك؟ يا حرام. وانتي ان شاء الله مفكره انه اللي جنبك صديقتك. تاكدي انك بس تضيري ظهرك رح تروح مع حبيبك مراد. عن اذنكم. شو عم تقول هي؟ بلشت تخرف، لا تردي عليها. يلا بنات بعدين بشوفكم. نسيم ليش هيك سويت؟ لأنه من وقت ما أجيت لهون وهنن قاعدين عم بيحكوا علي جلنار، وبكل وقاحة عم بيطلعوا فيني، فقلت لحالي لأقوم واجههم أحسن ما قاعدين عم بيحكوا من تحت لتحت. يلي عملتيه مو منيح، بس برافو عليكي لساتك قوية وقادرة تواجهي الناس وتحرجيهم. مزبوط، أنا قررت أني نفذ النصيحة اللي قلت لي إياها الصبح، وما رح أتراجع أبداً ولو شو ما صار. مو انت مره قلت لي اني بنت ذكيه، وانا رح استخدم ذكائي وما رح اخلي شي يضعفني. بكره بتشوف كيف رح اخلي شي صاحب شركه يعرض علي احلى شغل. ايه ان شاء الله. يلا تاخرت، لازم اشوف ليلى، بيكون انشغل بالها.
يا سبحان الله، نحن ما عندنا شغل غير انه نقعد نكش اسرارك. ومين؟ اخبار خانو؟ انت من كتر توترك ما عاد عرفتي مين بدك تهاجمي. ويكون بعلمك نحن العرض ثمن ودم عنا، مو متعودين نطول لساننا على حدا. وانا مو منعادتي احكي بمعلومات مو متاكده منها نجيب بيك. اقبال خانم هي اللي ردت لحتى تشتري هالوثائق من مصدرها. من الافضل انك تتفق معي بدل ما تهاجمني، حتى هالشي لصالحك كمان. ما تمتحتي صبري زمرد خانم. مثل ما بدك، بس هالفضيحه اللي صارت اذا ما انتهت كمان انا رح اضطر اني خبر جلنار بكل شي بعرفه. خلينا نشوف شو رح يكون موقفه لما يعرف انه امه وعمه عم يعملوا المستحيل ليخربوا زواجه. العمى شو قليلة ذوق، اقتحمت المكتب ونزعت الاجتماع. شو هالحالة يا؟ من الصبح وانت عابس فيني، شو صاير معك؟ خبرني. انت ما حبيتي الوردات؟ قصدك اللي بالصالون؟ حبيتهم. يمكن ما شفتيهم، لو شفتيهم كان المفروض تقري الكرت. كرت شو؟ شو كتبت؟ لو قريتي بتعرفي يا ريحان. كل يوم عم نشوف بعضنا 24 ساعة، لسا بدنا نتراسل ونبعت ورد مثل العشاء يعني؟ قولي اللي بدك تقوله بوشي. ولا شي، ما في شي كتير مهم أصلا. كتير منيح، مدام هيك أصبح خلينا نشتغل. اللي بدي أقوله قلته نجيب بيك، معك يومين بس وقرر. هاي إدبارة مشروع الطاقة، كل شيء موجود فيها والوصل كمان. ممتاز. وبهالإدبارة في نتائج البحث اللي طلبتوه مشان النسيج اليدوي. شكرا. آسف إني عم عزبك معي، بس أنا فورا رح ناقش عمي بالموضوع ونشكل فريق لحتى نبلش بأسرع وقت ممكن. يعطيك العافية. الله يعافيك. أنت تسرعتي ورحتي دغري هددتي لنجيب بيك. إذا ما اهتم لك شو رح تعملي؟ بتشوف يا أكرم، بعدك ما رح يصير غير اللي أنا بدي إياه، وفي كم شغلة حاططهم براسي، بس ضروري رتبهم بالأول. مثل شو؟ بدي أعرف. بعتولنا هاد من المحاسبة وجوات التقارير اللي طلبتها حضرتك. شو هذا الظرف؟ ما بعرف، بس وصلنا هلأ من جريدة المجتمع لجلنار بيك. أعطيني إياه. فيكي تروحي. سمحتوا يا جماعة لورا شوي، ما بصير هيك، هذا مكان خاص ما بحق لكم تفوتوا. لو سمحتي لورا يا أخي، لورا شوي، لو سمحتوا يا جماعة، شو صلكون؟ رجاء لورا، لو سمحتوا يا جماعة لورا. برافو عليك يا زمرد، يعني أنت لقيتي الطريقة المناسبة اللي تحولي فيها كل شيء لصالحك. وأنت ليش متفاجئ هيك؟ ما أنت أكثر واحد بيعرفني. هذا مكان خاص يا جماعة. وهي شرفت نسيم خان. لك يا أخي شو سلام؟ كيفك بنتي؟ نسيم؟ نسيم؟ أنا عم نادي لك، ليش ما عم تردي؟ وشو اللي بدك تقولي أمي؟ آه أنا آسفة كتير، صار لي زمان متعودة إني أقول هالكلمة، وخصوصاً إني لهلأ ما بعرف إذا أنت أمي ولا لا. عم بنتظر بفارغ الصبر لأعرف الحقيقة وأعرف هالأسرار المخباية. إلزمي حدودك، كل ما حاولت أقرب منك بتبعديني عنك بتصرفاتك. يلي صار زعلنا كتير يا خالو. إذا ما بتضغطي على أمك أكتر من هيك بيكون أحسن.
من الصبح وأنا عم حاول نظف وراكي اللي ساويتي. بعدي إنه كل العالم رح يرجعوا يعترفوا فيكم، وإنتي بدل ما تتصرفي بهالطريقة ساعديني. حبيبتي، بعترف إني غلطت بحقكم شوي، بس أنا ماني مسيئة. أنا ربيتكم وما رح أتخلى عنكم أبدا. ما فيني صدق ولا كلمة منك أنتي. أنا الشيء الوحيد اللي بعرفه إنك كذابة. يمكن قدرتي تسيطري على جبهة نجيب بيك، بس أنت خسرتي جبهة أولادك، وهيك أطراف المعادلة غير متساوية. بلا فلسفتك أكرم، بيضلوا أولادي وأنا واثقة أنه ما رح يكرهون. أنا لو كنت مكانك ما كنت حكيت بهالثقة. صحيح يمكن تقدري تنطفي اسمك قدام المجتمع، بس ما تنسي أنك خسرتي أولادك من زمان. تذكر دائما أكرم أنه ما حدا بيقدر على زمرد. خير يا خانم، صاير شي؟ شو بده يصير أكتر من هيك؟ حياة هدول الناس ما في مثلها بالمسلسلات. معباية بهادل وكل يوم مصيبة جديدة، وحلقاته لهالمسلسل ما بتخلص أبدا. ايه والله كلامك مزبوط يا خانم، بعدين ما في داعي تنتظري كل حلقة بحلقتها، بتشوفي كل الحلقات مع بعض. مرحبا أقبال خانم، طمنيني إن شاء الله مرتاحة عنا. كتير مبسوطة. مبسوطة؟ منيح. مو مبسوطة، طايرة من الفرح. عمي هاي الإدبارة جاهزة وما لها ناقصة أي شيء أبدا، والتأمينات اندفعت، وبإذن الله المناقصة رح تكون من نصيبنا نحن إن شاء الله. مو أنت دايما بتقلي إنه عمل الخير بيسر الطريق؟ لو ما دفعنا التأمينات كان صار إشارات استفهام كبيرة براس منافسينا، بس هلأ صرنا متساوين معهم، واللي بيستحق هاي المناقصة هو اللي رح ياخدها، وإن شاء الله نحن. عمي أنت لساتك زعلان مني؟ لا يا ابني، من أهل البيت ما بيجوز يصير زعل. اليوم بعرف أني زودتها وانتبهت أني غلطت، بس ما بحب نحكي عن العالم وعن أخطائه، وهي الشغلة تعلمناها منها. طول عمري باخدك مثل أعلى، برغم هالشي غلطت بحقكم وشكيت فيكم كمان، لهيك أنا بعتذر. أنا بزعل أحياناً لأني كتير بثق فيك. من اليوم ورايح بوعدك ما رح زعلك. أنا آسف. ولا يهمك. الإدبارة عندك، لما تفضى يا ريت تشوفها. شو رأيك تنامي لك شوي حبيبتي ليلى؟ عم تشكي همومك لأبوكي؟ يا ريت عايش كان جاوبني على كل الأسئلة اللي براسي. نسيم هلأ إجت. ليلى لا تقومي هيك بسرعة، ما بيصير مشانك، أنت حامل. مو مشكلة عادي. اليوم صباحا كانت نسيم في أحد المقاهي كعادتها اليومية، كانت غير جدية، على ما يبدو لا تهتم من هو والدها. آخر الأخبار. فيني فوت؟ فوتي، تعالي اقري اللي مكتوب عن عائلتنا. سكري ولا بقى تقري شي. كيف يا ليلى؟ كيف وما في حديث بالبلد غير عن هالقصة؟ مالنا عارفانين كيف بدنا نخبي وشنا من الناس؟ ليكي مو دايما مهم شو بيقولوا علينا الناس، المهم تضلي من جوا دايما قوية. عم تفهمي؟ يلي جواتي ويلي براتي في غضب غريب يا ليلى، حابة روح اخنق امي وعاقب على اللي ساوته فينا. رؤي اهدي، رؤي
يي محمد بيك، شو عم تعمل؟ ليش عم تكب هالوردات؟ هون مكانهم. حتى إذا كنت معصب ما دخل الورد بعد إذنك. من زمان ما إجاني ورد. يلا رح مشي حالي بهالوردات هدول لأني بموت بالورد. يا الله شو حلوين. بكرة عندك شي؟ المساء. ليش؟ بتروحي معي على الحفلة؟ قاطع بطاقتين. حفلة لمين؟ بس تروحي بتشوفي. طيب اتفقنا. ما بتخلي ولا صحفي يقرب لهون. ما لازم تسمح لهم يفوتوا على حديقة الفيلا. تأمر أستاذ. وتجولوا حوالين الفيلا وخبرني بأي شي بصير. أهلين كرام، اشتقنا لك. بعد إذنك نجيب بيك. خير يا بنتي. زمرد خانم قالت إنه اليوم رح تتعشى معكم كمان. يا الله، وبعدين بقى؟ قلنا بأول يومين مو مشكلة، اللي يصير بيناتنا خبز وملح مدام عايشين سوا. بس هيك زودتها. أمي، نحن العيلتين عايشين بفيلا واحدة ونعتبر بيت واحد، وعلى هذا الأساس لازم نتصرف. عم نمر بظروف صعبة يا أقبال، ومدامنا عيلة واحدة لازم نكون جنب بعضنا بهالظروف. أنا متأكدة إنه هذا هو رأيكم، ولا كلامي مو مزبوط؟ الحق معك تماماً. تفضلي، ليش واقفة؟ تفضلي لهون لمحلي. ماما، نحن هلأ عايشين تحت سقف واحد وما بيصير كل واحد يكون لحاله. بس أنا ما قصد شي بكلامي، بس ذوق زمرد خانهم بالأكل مو متعودين عليه بنوب، وهن كمان ما بيناسبهم أكلنا، ومشان هيك بلا ما حدا يجبر حدا على شي ونتضايق من بعضنا. فهمتني؟ ماما، معناتها خلونا من هلأ نبلش نتعود على بعضنا بموضوع الأكل. نسيم أمي، الأكل جاهز، وبتقلك أمك مشان تنزلي تاكلي معهم على الطاولة. مو معقولة هالمرة هاي لسه بتناديلي على الأكل بعد كل اللي عملته؟ روحي قليلة لهي زمرد، ما بدي شوفه وما بدي أكل معه. حتى أنتي؟ كمان كرم حكى نفس اللي حكيتي؟ لأنه مو نحن اللي غلطنا يا دادا. مثل ما بدكم. زمرد خانم، كرم بيك ونسيم خانم قالوا إنه ما بدهم ينزلوا يتعشوا معكم. عن إذنكم رايحة أشوف أولادي. وقت اللي أنا بنادي لك على أكل بتنزلي دغري، فهمانة ولا لا؟ يلا لشوف، انزلي قدامي. أنا هلأ ما عاد مضطرة أني أسمع كلمتك. إذا كان هيك معناتها بتضبي غراضك وبتتركي هالبيت نسيم خانم. فهمتي؟ شو؟ ما في عندك مطرح تروحي عليه؟ معناتها بدك تنفذي أوامري. معك دقيقتين بس لتجيبي أخوكي معك وبتنزلوا. مفهوم؟ بعد شوي بينزلوا لحتى ياكلوا. جلنار، من كم يوم كنت عم تحكي عن شغلي إلى علاقة بالتحقيق، شو صار معه هداك رفيقك؟ أنا بصراحة ما صار عندي وقت لهالموضوع. لو في مجال أنا حابة أحكي مع رفيقك المحقق. تكرم. في معلومات بدي أقولها إلى علاقة بموت كمال بيك، ممكن تساعدنا لحتى نعرف مين السبب بموته. ما لازم ننسى هذا الموضوع، مو هيك؟ حابة أعرف شو اللي خلاه ينتحر، ومين اللي دفعه لحتى ساوى بحاله اللي ساوى. لازم نعرف مين هو المذنب ويتعاقب.
معك حق. بكرة بتصل بفاروق وبيقرب فرصة منعزمه لعنا له، وبتوقع هو كمان عنده أسئلة لازم يطرحها عليكي. شكرا. ليش قاعد لحالك بهالبرد؟ هلأ بتمرض؟ أمرض أحسن ما جن. هذا كلام فاضي كرم. زمرد خانم أمرتني جيبك وننزل، قال لازم ننزل ناكل بسرعة. ماني طايق شوفها. كيف قدرانة تتقبلي الموضوع؟ أنا عم حس حالي غريب كتير بيناتهم. ليش لتكون غريب كرم؟ نحن خلقنا بهاي الفيلا وهذا هو بيتنا. يلا خلينا نروح ناكل. ما بدي روح، هدول مو أهلنا، كيف بدنا نعيش بيناتهم نحن؟ اسمع، ما دام ما فينا نغير الواقع اللي نحن عايشين فيه، فما علينا غير نتقبل الوضع مثل ما هو. إنه نحن أولاد حرام، وبعرف إنه بكل فرصة رح يضلوا الناس يأشروا علينا بإصبعتهم ويقولوا هدول مو من بيت تاشكران، بس نحن ما فينا نغير الحقيقة. برأيك نحن ما لازم ندور على أبونا؟ وبركي طلع أبونا اللي عم ندور عليه زلمة فقير وعلى قده ودرويش. أنا ما بقدر أتخيل إني أترك ثروات تاشكران وروح عيش حياة عادية. شكلك أنت رح تصير تخرف من كتر المشروب. هات الكاسة لهون. يلا قوم بدنا نروح ناكل. وبلكي اللي عم تقوله ماما صحيح، إنه كل هالحكي كذب وإنه هاي الشغلة مجرد مؤامرة على عائلتنا. هاي المرة صرنا بنعرفها كتير منيح، ولا مرة كانت صادقة كرم. لهيك بنصحك لا تعلق أمالك بشغلات ما لها موجودة. النار اللي عم تلعبي فيها رح تحرقك. إذا كان طرف الخيط معي التاني معك. تعرف نجيب بيك، بفضلكن انتو طلعت كل وساختي وما عاد في شي مخبى. أما انت نجيب بيك اللي كل يوم عم تكبر بنظر ابن أخوك وصورتك عم تضوي، شو رح يكون موقفه لجنار إذا عرف عمه النزيه كيف بيكسب مناقصاته؟ بظن صورتك رح تتشوه وما بقى رح يثق فيك. مثل ما بيقول المثل، على طول ضرب الكلب بيضلوا أعواج. وجلنار بيحبك أكتر لما بتضرب له مثل على كل موضوع بتحكيه. انتو اللي احترقتوا بالنار، انتو بلشتوا بالوساخة. ولطختوا هديك المناقصة، لطختوها بدم جوزي. كنتوا بتعرفوا ومتأكدين إذا ما هددتوه ما رح تكسبوا المناقصة. انتو اللي قتلتوا جوزي. بدي جلنار يعرف إنه مصاريكم مغمسة بدم أبو مرته. شو بدك تعملي لحتى تنطفي وساختك؟ مفكرة بتقدري تغيري رأي الناس فيكي؟ الكل بيعرفوكي وعم يحكوا عنك وعن علاقاتك الوسخة. الشرف والأخلاق مو أولوياتي نجيب بيه، بس أنتو دايماً بتشوفوا حالكم بأخلاقكم الحميد، وهذا الشيء زاد من شهرتكم. يعني بدنا نبلش نفضح بعضنا قدام الناس. صدقني انت اللي راح تكون الخسران الاول والاخير. طولتي للبستي؟ حلوين هدول الاواعي. لكي شو جبت؟ رح روح جبلكن العصير. رايحة نادي لكرم كمان، حابة نجتمع ونتفرج على فيلم. ليلى، لعبة الأسرة السعيدة خلصت، القنبلة انفجرت ونحن جرحى، وهذا الشيء ما رح ينفع. خلصنا بقى، بعرف اللي صار صعب كتير،
بس بدنا نضل نقعد ونبكي؟ خلونا نحاول نغير جو شوي. هي هي الحقيقة وأنا ما بقدر أهرب منها أبدا. أكيد ما رح أقضي حياتي هون بالبيت عم بحضر أفلام. هالشي ما بيحل المشكلة. كنت عم بحاول أتسلى وأشغل حالي بفستان ميسون، بس للأسف ما بدها تشوفني. حبيبتي أنتي ولا يهمك، تركيها هي الخسرانة. عم فكر بشغلة وبدي أطلبها منك. إيه؟ إذا بتحكي لي مع جلنار، في عندهم شركة نسيج، بركي بيشغلني معهم وهيك بلتهي بالشغل. بس نحن كمان في عنا الشركة وإلك حصة فيها، شركتنا أولى. بس أنا ما عندي خبرة بالإنشاءات وما بحبها. شركة جلنار إلها علاقة بالنسيج اليدوي، وهنيك فيني طور حالي ويمكن تفتح لي مجالات جديدة. حابة أجرب هالشغل، إذا فيك يحكي لي معهم. تكرم عيونك، رح أحكي مع جلنار وما بتوقع يرفض لي طلب. شكرا. نجيب بيك إذا بتعمل اللي عم بنصحك فيه حرفيا ما في أي مشكلة. لازم تصلح الأخطاء اللي صارت بحق عيلتي وتضمن إنه ما تتكرر. بعدين لازم نعمل مؤتمر صحفي، طبعا رح تكون جنبي. نجيب بيك من خلال هالمؤتمر رح تعرف الناس قديش عائلتنا تأثرت وانزعجت بهالخبر الكاذب. كمان ولحتى عرفت من شفيق انه انتو ورا هالموضوع تكلفت مصاري كتير وكتبت له شيء، ولانه انتو السبب سدد له قيمته. زودتيها؟ حتى لو كان في عندك شغل شو عليه؟ مؤتمرنا الصحفي رح يكون بعد الظهر. أهلين حبيبتي. حبيبي أنت بالشركة؟ إيه بالشركة. إذا عندك وقت بدي أجي لعندك على الشركة لأنه في موضوع حابة أحكي معك فيه. طيب ناطرك. يلا بشوفك. حبيبتي ثروة، فوتي وشوفي لي هالأساس اللي جبته مخصوص من دبي على طلب مهندس الديكور تبعنا، إجا من فترة لهون. وإن شاء الله هيك رح عيد ترتيب الفيلا شغلة شغلة، ولسه بدي أشتري شغلات كتيرة. بتعرفي بما انه بلشنا تجديد جاي على بالي اطلع مره واحده وجيب كل شيء من دبي. انا بنصحك بلالك هالروحه اقبال خانم لانه ما ضل شيء ما جبتي. من فتره كنت بدبي وكمان جبت مثل هدول. اذا هيك معناتها رح اجيب من مكان تاني. يلا تعالي بدنا نشرب قهوتنا ونحن عم نتفرج على البصفور. استني استني منشوف الطابق التاني وبعدين منشرب قهوتنا. حبيبتي بلالك هالشوفة لأنه عيلة طاش كرام فوق والمنظر بيقرف، ما رح تنبسطي بهالطلعة. لك هالمرة مدري شلون بتفكر، قال معبي البيت بشغلات قديمة وما لها طعمة، وحياتك ما رح تنبسطي. إقبال ليكونوا الجماعة بيزعلوا منك إذا طلعتي لفوق. لا شو هالحكي، الفيلا إلنا ما بيحق لهم يعترضوا علينا أبدا. هدول الجماعة هلأ ضيوف عنا. بس أنا قلت بلا ما تتعبي بتطلع لفوق، بس بما أنك مصرة تفضلي. لا تخافي ما بتعب أبدا. حبيبتي ثروة لو مو نحن اللي اشترينا هالفيلا كانوا هلأ قاعدين بشقة صغيرة ببناية بآخر الدنيا. اي معقولة يا أقبال إنه نزلوا لهي الدرجة؟ اي ما بقى أعرف نزلوا ولا طلعوا، هاي الشغلة علمة عند الله. حبيبتي بنتي أنا عندي شغلة برا بخلص وبجي. بالمناسبة نجيب بيك عنده دفع شيك بآخر الشهر، اكتبي ملاحظة. بنتي لا تكتبي وما رح ادفع اي شيء. حاضر يا بيك. تعالي ثروة خانم، هاي غرفة بنتهم الصغيرة، لا تسألي جماعة ما بيستحوا. لك الله يعينك يا أقبال خانم. شو هاد؟ كيف بتقدر تصور حالة وهي بتياب السباحة؟ شي مو معقول. هاي الصغيرة طائق شرش الحياة عندها وما سألي عن حدا بنوب. قلتلك تفضلي ثروة خانم، خليني فرجيكي على الجهة الثانية. ماما؟ أهلين بنتي. أنت شو عم تعملي هون؟ الله يوفقه نجيب بيك، سأل عن الافتراء اللي رموه على عيلتنا وعرف بأنه الوثائق طلعت مزورة، فاتصل فيني فورا وقال لي تعالي زمرد خانم نعمل مؤتمر صحفي مشان الناس يعرفوا الحقيقة. مزبوط عمو؟ إيه حبيبتي، بس أنا مو من هيك مزعوجة. جرحني إنكم شكيتوا فيه، بس نجيب بيك وحده هو اللي صدقني
وضل لحتى كشف الحقيقة كلها. بس أنا ما بعرف كيف رح يشفى قلبي المجروح منه. تفضل نجيب بيك. ليش في مشروب كل هيك إقبال؟ ليكي ليكي قديش في أناني بهالغرفة، كأنه البيت معمل مشروبات يخزي العين. أنا برأيي هاي الأناني لازم تنشال بسرعة وإلا بتطير البركة منه. يعني أنا لو بعرف يا سروة خانم كنت سكتت؟ مثل ما أنك شايفة هي شغلة واحدة بس من الذنوب اللي بتساويها. يعني معقولة في حدا ما بيعرف شو في بيته إقبال؟ بصراحة ما حبيت لكم يا هبنوب. تعي لقلك إياكي حدا من رفقاتنا يعرف، والله بيعملوكي مسخرة. وبدل ما تعيدي ترتيب البيت خلصي من هالشغلات بالأول. الحق معك، شو ما قلتي الحق معك. أنت بحياتك ما عملت شي منيح، كل أعمالك ما بتسوى. كل ما طلعت بوشك حس إنك الشيطان بذاته. معناتها ما بتلاقي شي متغير عليك، لأنه لما بتطلع فيك بشوف حالي. أهلا وسهلا حبيبتي. كيفك حبيبي؟ ما كون عطلتك عن شغلك؟ مشانك الشغل بيتأجل. ايه قلقتيني، شو الموضوع اللي بدك تحكيه؟ نسيم،